Regarde-moi, Lina. Regarde-moi. Lina, regarde ce qu'il y a ici, regarde. C'est quoi ça? C'est un truc, regarde ce qu'il y a. Vas-y. Allez, vas-y, mets. Non, non, tiens, s'il te plaît. Ça va, Lina? Ça va, ma chérie? Lina? Thank you.
انتم الزوينات ديالي كندير واحد الدجاجه محمره تشهيت الدجاج محمر وبغيت نديرو شحال هادي ما درتو دابا خرجت الدجاجه ماي طابت مزيان خرجتها وكنخلي دابا البصله باش تدوب غمار وهي غنقليها في شويه زيت الزيتون خليتها كنت بغيت نديرها في الفران وقلت بلاتي نديرها غير هنايا صافي ودرتها غير هنايا درتها غير في هاد المعلقه درتها في هاد سميتها المقلة ديال سميتو هكا تبغي زوينه كتبغي اللحم مزيان عندي هادي ديال الحديد بيغ مفيهش مواد اخرى تاع غير الحديد كتقلي مزيان اللحم خاصة باللحم بحالا كديري فيها الخضرة ولا سميتو كتطلق الماء الخضرة اللي درتيها فيها كتطلق الماء مكتجيش محمرة زوينة غير اللحم كتصاوبو مزيان سميتها لاماك باليير ودابا غنمشي ندير شويه ديال الفريت نصاوب شويه ديال الفريت ونديرو على ماروكان وهنايا كما كتشوفوا بغيت ندير شويه ديال البرقوق باش يتسلى باش يتعسل المهم درت فيه شويه ديال السكر هنايا درت فيه تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال السكر وواحد العود ديال القرفه كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو المهم سمحوا لي المات على التصوير ما كنصورش مزيان حيت ما عنديش مازال ما غاديش السيبور ديال التليفون باش زعما باش ما يبقاش نتحرك بزاف بحال كما هكا المهم ولكن قبلوا عليا الزوينات وهنا الفريت خلاص درت ليه داك لاصوص اللي كنت واحد المره شاركت معكم غسلت مزيان لي فخيت قطعتهم هكا ومسحتهم هنايا مزيان باش ينشفوا من الماء ودرت فيهم واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون وشويه ديال الكامون شويه ديال التحميره الملحه خلاص وشويه ديال الابزار وصافي البنات وخلطت داكشي مزيان وهنايا الدجاجه ديالي كتحمر وصافي الحبيبات ديالي هكذا جا الطبق ديالي الفريت مع الدجاجه محمره حاجه لذيذه مع الدغميره جات زويونه لذيذه مع ديك البريقيقات كما كتشوفوا المهم هذا ما كان البنات كنتمنى ان شاء الله لا فيديو تعجب ومع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله تبارك الله عليكم.